بإذن الله نكمل الـ continuity equation. هيا كده عيد ده الـ continuity equation. ليه؟ اوكي البالونه
خدت انا كنترول فولج بتاع البالونه تمام، وعمال امشي المال جوه البالونه اتغير ولا ما اتغيرش؟ يبقى الفيلم ده بصفر. لو جبت انبوبه ومشي فيها ميه داخله وخارجه تمام، تحس ان الانبوبه دي هي الكنترول فولج بتاعي، المال جوه الانبوبه ثابته ولا متغيره؟ يبقى الفيلم ده كام؟ فالكم ده بصفر او مش بصفر بيعتمد على شكل ايه؟ المسألة يعني ما تنساش الصفر يبقى ده كل حاجة، يعني الكنترول فوليوم كده مثلا لو افترضنا ان المدرج ده هو الكنترول فوليوم ايه؟ بتاعي تمام؟ الماس جوه الكنترول فوليوم ايه؟ ثابت. طيب الماس هي عدد الطلبة، عدد الطلبة النهارده دلوقتي الكنترول في المدرج ده ايه؟ ثابت تمام؟ بس ده مش معناه ان ممكن في اي لحظه طالب ايه؟ يخرج او طالب تاني ايه؟ يخش، يبقى ساعتها الناس دي ايه؟ متغيره. بس لو افترضنا ان السيستم بتاعي هو عدد الطلبه اللي في ايه؟ في الكليه، عدد الطلبه في الكليه كله ايه؟ ثابت. اول ما اعطيت اي سنه الطلب بروح كتير، جم ما جوش او طلبه في الدفعه، هو السيستم بتاعي، عدد الطلبه في الدفعه ثابت. جم بقى المحاضرة، ما جوش المحاضرة دي مشكلة ايه؟ تانية، بس عدد الطلبة في الدفعة ايه؟ ثابت، إن كانوا هما موجودين دلوقتي في المدرج من عدمه دي نقطة ايه؟ تانية، فلو افترضنا إن الدفعة هي السيستم بتاعي فعدد تغير عدد الطلبة بالنسبة للزمن كام؟ صفر للدفعة، بس جوه المدرج ممكن عدد الطلبة يزيد وإيه؟ ويقل، تمام؟ طيب السيستم هنا اكبر كتير من الكنترول ايه؟ فوليوم. السيستم ممكن يشمل ايه؟ اليونيفرس كله تمام؟ فالسيستم فالكلمات المفروض تعدي ايه؟ بشكل عام ثابت. اوبزرفيشن مات بيقول لي ان الدي ام باي دي تي فور ذا سيستم بتساوي كام؟ بالنسبه للكنترول فوليوم اللي هو حته صغيره ده ممكن الماس دي تتغير وايه؟ تزيد وايه؟ وتقل. بتزيد وتقل بناء على ايه؟ على معدل خروج ودخول الماس للكنترول ايه؟ فوليوم. فالترم ده بيعبر عن معدل خروج ودخول الماس للكنترول فوليوم ثرو ذا باوند. فده بيساوي ام دوت اوت ماينس ام دوت ان. او النت فلو جوينج اوت او الماس فلو جوينج اوت اوف ذا سيستم. فإن لو الماس لو الفوليوم ده الماس جواه بتزيد يبقى الترم ده هيبقى ايه؟ بوزيتيف صح؟ لو الماس جوه الكنترول فوليوم بيزيد يبقى الترم ده ايه؟ هيبقى بوزيتيف. يبقى الترم ده لازم يبقى ايه؟ نيجاتيف. لما الترم ده يبقى نيجاتيف معناها ان في ماس بتخش الايه؟ بتخش السيستم. يبقى في معناها ان ماس بتخش الايه؟ السيستم. لو الماس بتقل، لو الماس جوه الكنترول فوليوم بتاعي بتقل، يبقى الترم ده هيبقى ايه؟ نيجاتيف، تمام؟ يبقى الترم ده عشان الكويشن تساوي زيرو، يبقى الترم ده لازم يبقى ايه؟ معناه ان في ماس بتخش من ايه؟ اسف، ان في ماس بتخرج من ايه؟ من السيستم ده، تمام؟ فالام دوت اوت از بوزيتيف، ام دوت ان از نيجاتيف، وشرحنا الكلام ده الأسبوع اللي فات عن طريق الدوت برودكت اوف ان اند بي. ان هو الفيكتور العمودي على السيرفس، السيريتي فيكتور العمودي على السيرفس وخارج منه، فلو البي داخل السيرفس هيبقى الدوت برودكت بتاعهم هيساوي ماينس بي، لو البي خارجه من السيرفس خارجه من الكنترول فوليوم هيبقى الدوت برودكت بتاعهم هيساوي positive V تمام؟ بعد كده عدد سيلر عدد عندي سؤال الكلام ده مش موجودين ده عموما الجنرال كونسبت اللي محتاجين نفهمه من integration من integral form of the continuity equation امتى الماس بتزيد وتقل وعلاقه ان الماس بتزيد وتقل ايه علاقتها بالخارج اللي داخل من الكنترول فوليوم سيرفس؟
بعد كده حلينا المثالين. النهارده هندي امثله تانيه على الكونتينيتي ايكويشن. حد عنده اي سؤال؟ اوكي، هنبتدي نتكلم على الحل. المساله اللي بتدينا، المساله اللي بتدينا مساله باوندري لاير، بيقول ان انا عندي سيرفس، السيرفس ده داخل عليه هواء يرفض فلو بسرعه يو كابيتال، داخل عليه فلو بسرعه يو كابيتال بيتحرك فور سيرفس. نتيجه الان سليب كونديشن او نون سليب كونديشن، السرعه على السيرفس بتبقى بكام؟ زيرو. ونتيجه السرعه بزيرو والفيسكوسيتي، السرعه هتبتدي تقل اور سيرفس. كل ما انا ماشي السرعه اور السيرفس هتبتدي ايه؟ تقل، وتكون ما نسميه بالباوندري لاير. الباوندري لاير هي المساحه فوق السيرفس بتبقى السرعه فيها اقل من ايه؟ من الفري فري. قال لي ان الباوندري لاير بتاعتي الثيكنس بتاعها دلتا. الثيكنس بتاعها ايه؟ دلتا. وقال لي ان السرعه في اخر، لما في الاخر عند اخر السيرفس ده خارجه بسرعه يو سمول، بحيث ان يو سمول دي بتساوي يو كابيتال في 3 ايتا ماينس ايتا كيوب على 2، بحيث ان ايتا دي هي واي اوفر دلتا. تمام؟ قال لي نتيجه ان السرعه في المسافه دي اللي هي من صفر من واي الواي دلتا، لما تيجي السرعه قلت جزء من الماس فلوريد بتاعي اللي داخل في الاول خرج من السطح اللي فوق، خرج من السطح اللي ايه؟ اللي فوق. انا عايز اعرف، او هو بيسال ايه كميه الفلوريد اللي خرجت من السطح اللي فوق؟ عايز اعرف كميتها بكام؟ نعمل ايه عشان نحل المسألة دي؟ نطبق الكونتينيتي ايكويشن. عندي ماس داخلة وماس خارجة، فالماس اللي داخلة داخلة من مكان واحد، الماس اللي خارجة خارجة من ايه؟ من مكانين، خارجة من الجنب هنا وخارجة من فوق. تمام؟ يبقى أول حاجة أعملها لازم احدد الكنترول فوليوم بتاعي. الكنترول فوليوم بتاعي في الحاله دي هيبقى هو الريكتانجل او اوكي؟ هيبقى هو الريكتانجل. بعد كده اشوف الاسامبشن بتاعتي. هل المسألة بتبتدي ولا ما بتبتديش؟ عرفنا منين هي في؟ لا انا بفكر دلوقتي ايه الاسامبشن. تمام؟ المفترض الاسامبشن دي مش مكتوبه. تمام؟ المساله دي بتكتب ليه؟ سرعات ثابته مع الزمن. سرعات ثابته مع الزمن ايه تاني؟ اللي هي بترجع تاني للكويشن. احنا قلنا ده الانستيتي كيرف، معنى انك تقول ان المساله دي تبتدي يبقى الترم ده بكام؟ الترم ده بيعبر عن معدل تغير المال جوه الكنترول ايه؟ الفوليوم بتاعي. الترم ده بيعبر عن معدل تغير المال جوه الكنترول فوليوم بتاعي. تمام؟ يبقى لو المال جوه الكنترول فوليوم بتاعي بصفر وعدد تغيرها بصفر، يبقى المسألة دي ايه؟ تنزل. لو الناس جوه الكنترول فوليوم بتاعي بتتغير، يبقى المسألة دي خالص تنزل. نرجع للمسألة بتاعتنا. جوه الكنترول فوليوم ده الناس بتتغير ولا ثابتة مع الزمن؟ الكنترول فوليوم أول حاجة أبعاده
ثابته ولا متغيره؟ ثابته. ده كنترول فوليو ابعاده ثابته. هل هو مش دايما مليان فلويد؟ دايما مليان نفس الايه؟ فلويد. يبقى بالتالي الدنسيتي جوه الايه؟ كنترول فوليوم ده برضه ايه؟ ثابته. يبقى بعد الفوليوم ثابت والدنسيتي ثابته يبقى الماس ايه؟ ثابته. يبقى بعد الماس كنترول فوليوم ده ثابته يبقى المساله دي ستيدي. يبقى المساله ستيدي لما يكون الفوليوم بتاعي ثابت والدنسيتي بتاعتي ثابته. تمام؟ هو ماليش ان الدنسيتي تتغير يبقى الدنسيتي ثابته والكنترول فوليوم بتاعي ابعاده ما بتتغيرش. يبقى عشان كده المساله دي طيب اليونيفورمتي السيرفوم قد ايه اللي ايه؟ حاضر الاوتلت الفلو براسي عندها مش يونيفورم وما قاليش ان المساله دي كومبريسبل ما تكلمنيش على اي تغير في الدنسي يبقى عندي المساله دي كومبريسبل فلو يبقى اقدر اطلع الرو من المعادله تمام؟ ونتيجه كده الترم بتاع الار ستيدي هيبقى بصفر هيبقى عندي ترم واحد بس في المعادله اللي هو هيبقى عندي اول ترم دي تي باي دي تي بكامل على كنترول فاليو رو دي في الترم ده عمره هيساوي كام؟ صفر زائد تكامل على كنترول سيرفيس رو يو ام دي سيرفيس قلنا عندنا ثلاثة سيرفيسز هنسمي ده لو هنسمي ده واحد اثنين وثلاثة تمام؟ الثلاثة واثنين فروق فدول هيبقوا كومتر فهيبقى عندي تكامل على سيرفيس ثلاثة تمام؟ يو دوت ام دي اس ناقص تكامل زائد تكامل على سيرفيس 2 يو دوت ان دي اس ناقص تكامل على سيرفيس 1 يو كابيتال دي اس تمام؟ يو سب فاهم يو ايه؟ تخرج بره التكامل فاهم التكامل ده هيبقى بيساوي يو الدي اس هتبقى هي السيرفيس السيرفيس بتاعي هيساوي ايه؟ أو الأريا بنسميها الأريا هتساوي إيه؟ هتساوي تمام؟ هيفضل عندنا التكاملين هو مدينا اليو مدينا اليو بالكلام ده فبنعوض عليها هتبقى تساوي يو كابيتال يو كابيتال في ثلاثة ثيتا ماينس ثيتا كيوب على 2 في دي اس زائد الترم ده الترم ده هو الكيو اللي احنا عايزين نعرف هي خرجت بكام الترم ده بيساوي ايه؟ الكيو اللي احنا عايزينه تمام؟ اللي خارج اللي سيرفس 2 هو الكيو اللي احنا ايه؟ عايزينه ده بالظبط اللي هو كتبه افترض ان احنا عايزين اريا دلوقتي فاهم الاريا تخيلوا ان ده نازل جوه السبوره مسافه بي يبقى الاريا بتاعها هتساوي الارتفاع الاريا هتساوي الارتفاع دلتا مضروبه في العمق داخل السبوره اللي هو هنسميه بي تمام والتكامل ده الدي اس الدي اس هيبقى يتقسم لتكاملين التكامل اللي جوه السبوره هيتحول لبي والتكامل الثاني في اتجاه واي فالدي اس هتبقى بي في دي واي اوكي هذا عامل ايه كمان هيبقى عندي الاريا هنفوضها بدلتا بي او بي دلتا يو كابيتال هتساوي بي كيو كابيتال في التكامل
زائد يو. ومن هنا عن طريق نحن هنعمل التكامل ونعوض حدود التكامل، هيطلع لنا في الاخر ان يو يساوي 3 على 8 بي دلتا يو كاب. اليو كابيتال؟ اليو كابيتال دي الـ الف فلوسفي. اليو كابيتال هي الـ الف فلوسفي. حد عنده أي سؤال؟ ده إيه شبه الـ M؟ الإيتا دي؟ الإيتا بتاعتها هي واي أوفر دلتا. مجرد بس سمبليفيكيشن بشكل طب ومين الدلتا؟ الدلتا هو الارتفاع بتاع الباور اللي جاي. تمام. حد عنده اي سؤال؟ اتعلمنا من المساله دي ان احنا نعرف ازاي نحدد ان هي سيتي ولا ار سيتي. اتعاملنا مع نان يونيفورم فلو في الباوندري، تمام؟ وعندنا يونيفورم فلو برضه في الال الباوندري، تمام؟ كل دي حاجات اتعلمناها في المسألة. حد عنده أي سؤال؟ نخش على المسألة اللي بعدها. هدف المسألة اللي بعدها إنك تبتدي تفكر إزاي ممكن يبقى عندك unsteady problem. بيتكلم هنا عن deep tank. ان الفوليوم اللي داخله بتساوي
الفاني في الايه؟ الخلف. وهو قال لي ان كميه الميه اللي داخله ب 45 نيوتن بير سكند. اقسم 75 نيوتن بير سكند دي على او جي تديني الفوليوم كلوريد بتاع الميه اللي ايه؟ اللي داخل. وقال لي الجازولين ب 60 نيوتن بير سكند. هنا في غلطه، دي رو جازولين مش رو اير. رو جازولين. فبضرب هقسم المال الويت كلوريد بتاع الجازولين على الرو بتاع الجازولين على جي يديني الفوليوم كلوريد بتاع الجازولين. ومن هنا هكتشف ان الكيوب بتاعت الميه اصغر من الكيوب بتاعت الايه؟ الجازولين. يعني كميه الميه اللي داخله الفوليوم بتاع الميه اللي داخل اقل من الفوليوم بتاع الجازولين اللي ايه؟ الحالي. وبكده يبقى لازم الكيوب بتاعت الهواء تبقى بوزيتيف ولا نيجاتيف، تبقى خارجه ولا داخله؟ تبقى داخله عشان تعوض الفرق. وبالتالي عرفت ان الكيو ايه؟ بتاعت الهواء هتبقى ان. تاني عندي تو كيو داخلين، الكيو بتاعت الميه والكيو بتاعت الهواء هتساوي الكيو بتاعت الايه؟ الجازولين اللي هو الفوليوم فلوريد. ومن هنا اعرف الفوليوم فلوريد بتاع الهواء اللي داخل بكام؟ وعارف الرو بتاعت الاير عن طريق بي بسبب بي على بار تي، هو مديني البريشر ومديني التمبتشر، ومنها اقدر اجيب الويت فلوريد بير اور بتاع الهواء بكام. باشمهندس اللي نايم تمام. دي طريقه. ده حد عنده اي سؤال في الحل ده؟ لو انت عايز تحل حل طويل بقى ده معاك وقت في الامتحان، في حل تاني. هنبتدي نقسم، نعمل ثلاثه كنترول فوليوم. كنترول فوليوم للميه، كنترول فوليوم للجازولين، وكنترول فوليوم للهواء. وهنطبق الكونتينيوتي ايكويشن لكل كنترول ايه؟ فوليوم. اول حاجه نسالها تمام؟ نسال ستيدي ولا مش ستيدي؟ لا دي ستيدي، المادة بتتغير. يبقى المسألة دي ديفينت ايه؟ انستيبل. وهنطبق الكونتينيوتي ايكويشن على كل كنترول ايه؟ فوليوم. فهيبقى عندي هنا فوليوم للميه دي ووتر، هيبقى هنا فوليوم للجازولين، هيبقى عندي فوليوم للايه؟ تمام؟ الفوليوم ثابته ولا متغيره؟ متغير. تمام؟ الفوليوم دي بتتغير، الميه الفوليوم بتاعها بيكبر، الجازولين الفوليوم بتاعه بيصغر، والهواء لسه مش عارفين بيصغر ولا ايه؟ ولا بيكبر. تمام؟ بس انا عارف ان في ووتر زائد في جازولين زائد في اير بيساوي ايه؟ بيساوي طرف. المجموع بتاعهم ايه؟ ثابت. صح؟ لان هما الثلاثه بيساووا الفوليوم بتاع الثابت. يبقى بالتالي دي في ووتر باي دي تي زائد دي في جازولين باي دي تي زائد دي في اير باي دي تي تساوي كام؟ تساوي صفر. حد مقتنع بالكلام ده؟ المسألة بتاعتي برضه إن كومبريسبل، يبقى لو جيت كتبت قانون الكونتينيوتي هيبقى بالشكل ده. ديرو في دي باي دي تي بتكامل رو دي في زائد تكامل على كونترول سيرفيس رو دي دوت ان دي. نتيجة إن هو إن كومبريسبل ممكن الرو تخرج بره واقدر اشيلها من المعادله. هتبقى بتساوي دي باي دي تي تكامل دي فوليوم، هيبقى هو برضه ايه؟ الفوليوم زائد كيو ار ماينس كيو ان. حد متفاعل على الكلام ده؟
الروح بيتبع روح كتير مع دي خلاص مش قصدي في الترم اللي هو الروح اللي فيه الان ده كله بيساوي كيو مفروض بيساوي كيو او ماينس كيو ال اخترنا الروح الكيو هي الفولوم فلويد الكيو هي الفولوم فلويد هل قط الكروس دي يرفض فان الترم يو في الاري هتساوي ايه؟ كيو نطبق الكلام ده للوتر تمام هيساوي صفر هيساوي دي في ووتر باي دي تي زائد عندي كيو اوت في الوتر ما عنديش كيو اوت عندي كيو ان هتبقى ناقص كيو ووتر ان هطبق الكلام ده في الجدولين هيساوي دي في جدولين باي دي تي زائد مفيش جدولين كيو اوت زائد كيو اوت جدولين تمام؟ انا عندي كيو ان ووتر بتساوي 75 نيوتن بير سكند على رو ووتر جي وعايز ان الكيو اوت جازولين بتساوي 60 نيوتن بير سكند على رو جازولين جي حد المطر؟ لا يبقى كده عرفت دي في ووتر باي دي تي ودي في جازولين باي ايه؟ باي دي تي اعوض هنا اقدر اجيب ايه؟ يبقى كده عرفت دي في ايه؟ باي دي تي صح؟ لو دي في ايه باي دي تي بوزيتيف يبقى معنى كده ان الفوليوم بتاعها ايه؟ لو دي في باي دي تي بوزيتيف يبقى الفوليوم بتاعها ايه؟ بيزيد بيزيد يبقى في كيو ايه؟ ده لو الدي في باي دي تي نيجاتيف يبقى الفوليوم بتاعها ايه؟ بيقل يبقى الكيو ايه؟ كيو بتوم طيب هنا قال لي احنا عارفين من الحل قبل كده ان هي هتطلع ايه؟ ان الكيو الكيو عندي داخله الطريقة الأولانية طبقنا تخمينة جنرال كونسبت الطريقة دي
طبقنا الكونتينيوتي ايكويشن عرفنا نتعامل مع انستيدي فوليوم تمام، عرفنا نتعامل معاهم ازاي، عرفنا نجيب او نحدد الفلو ان اند اوت من شكل الكونتينيوتي ايكويشن. فدي هتسمح لك ان انت تفهم شويه الكونتينيوتي ايكويشن او تمام الكونتينيوتي ايكويشن وتعبر عنها، ودي اهم حاجه احنا محتاجين نفهمها. انتوا في الاتصالات غالبا مش هتحلوا الكلام ده بايديكم لما تتخرجوا، يعني لما تتخرجوا مش هتبقوا مسؤولين عن حل الكلام ده، بس هتتعاملوا في الشركات او في الاماكن اللي هتشتغلوا فيها مع مهندسين من باك جراوند ثانيه، ممكن تتعاملوا مع مهندسين من ميكانيكا، لازم تبقى فاهم هو بيعمل ايه عشان تفهمه، هو تفهم هو بيعمل ايه، مش محتاج تبقى فاهم المسألة تتحل ازاي، بس تبقى فاهم الكونسبت خلف حل الايه؟ المسألة اللي هو يعني ده دي مهمة الكورس ده، الكورس ده مهمته انه يفهمك مجموعة من الكونسبت اللي تقدر فيها تتعامل مع المهندسين بتوع الميكانيكا لما تتقرب باذن الله. حد عنده اي سؤال في المسألة اللي فاتت؟ يبقى المادة بيحصلها ايه؟ بتزيد. هو قال لي
الاول هدي دي اتش باي ايه؟ باي دي تي. يبقى افترض ان اتش الاثنين تتغير. بما ان افترض ان اتش تتغير يبقى المان ايه كمان ايه؟ تتغير. تمام؟ طيب ده هيبقى اول ترم عندي اللي هو تكامل رو دي في زائد رو في الكيوهات اللي خارجه ناقص الكيوهات اللي ايه؟ اللي داخله. فالكيوهات اللي خارجه هو كيو 2 الكيوهات اللي داخله هي كيو 1 وكيو 3. لما نعوض الفوليوم بتاعي هو باي على 4 دي سكوير مضروبه في الاتش باي على 4 دي سكوير دي قيمه ثابته هتخرج بره التفاضل فهيفضل لي اتش باي دي تي زائد رو كيو 2 ماينس كيو 1 ماينس كيو 3 كل ده بيكتب كام؟ صفر. هنري ارينج السيكويشن فهيطلع لي دي اتش باي دي تي هتساوي كيو 1 زائد كيو 3 ماينس كيو 2 على باي دي سكوير على 4. يبقى ده هو اول جزء من المساله اللي هو حاسبه. الجزء الثاني قال لي افترض ان دي اتش باي دي تي كام؟ هنحط دي اتش باي دي تي في كتير المعادله اللي احنا قلناها هيطلع عندي كيو 2 يساوي كيو 1 ناقص كيو 3 نعوض الارقام نعرف نجيب بي 2 بكام. هنفترض هنا ان السرعه ثابته او يونيفورم فهيبقى السرعه دي 1 و 3 الدايمتر بتاع البايب نمره 1 ب 5 سم او 0.05 متر الدايمتر بتاع بايب نمرة 2 ب 0.07 سنتيمتر متر او 7 سنتيمتر نعوض بالكلام ده نعرف نجيب بي 2 بكام. تمام؟ ونقدر هنا جبنا ان بي 2 4.13 متر بير سنت. حد عنده سؤال؟ ودي اخر مساله عندنا. يبقى احنا في المحاضره اللي فاتت والمحاضره دي اتكلمنا على continuity equation شرحنا الانتجرال فورم اوف ذا continuity equation شرحنا الفرق ما بين ماس ان وماس اوت ان الماس اوت بوزيتيف والماس ان نيجاتيف ادينا مسائل على الستيدي كيس ادينا مسائل على الان ستيدي مسائل لو الفاولنج بتتغير مسائل ديفرنت دنسيتي كل دي افكار ممكن تجي لكم في الامتحان. حد عنده اي سؤال؟ لا؟ خلاص مش مشكلة، المحاضرة اللي جاية بإذن الله الدكتور أشرف